من أمهاتنا بالمنطقة الشرقية ومن الرجال ومن النساء ومن الشيوخ حتى المعاقين شاركوا، كل العالم شاركت. فإن شاء الله الله يعيننا أن نوصل الأمانة إلى أهلها، والعمل راح يمشي بشي منظم، والموجودين بالشمال السوري كله راح تصلوا حصته، سواء كان كردي مسيحي درزي أي شيء من كوننا احنا مدنية وهم مدنية، احنا بالمسلمين وبالإسلام ديننا ما يفرق بين كل من له حقه وراح يجي. وهاي أمانة أسأل الله عز وجل بأسرع وقت إن نوزعها أنا وربعي كلياتهم. وخداكم عندنا رافضينها، احنا ما احنا جايين، احنا مستعدين نصوم اربع ايام ونشتغل وما ناكل، العزائم مرفوض، ما عزمنا، اللي يزعل الله يسهل، احنا ماشي، احنا ما احنا جايين، احنا نمشي، اللي عزمنا نزعل منه زين، احنا ما احنا جايين نجرب بعض، احنا نعرف بعض ونعرف اكرام الضيف شلون انتم طبقين اكرام الضيف وجايبينه من القران ومن السنه، بس نخلص دير بالك هم قرايبنا، نقول لك يا ابو جيب لنا محمد، محمد روح مع مازن على سيارته، واحتمال نتجوز ابوه واحنا نذبح، بس ما تتجوز انت، زين الحكي هالعزايم مرفوضه زين، ايوه احنا جماعه ناكل بلاد، ايوه محمد هذا اول قرار رقم واحد زين يا شباب، اثنين احنا الان رقم واحد محمد، يعني سلام خالصين، خلينا نكمل خالصين، خيو شلون العيب بي تصوير ولا بي سالفه، شبابين احنا يقول محمد دحق هين، والله دحق هين، والله دحق هين، تعرف انا وصلت المناطق المنكوبه وين اكل يا ابو محمد، وعند امهاتي اكل بس شجر وما نام الا بخيمه باذن الله، هذا الريد، ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.